فهو احنا جايين بالعربيات، سمعنا الخبر ان هو مات على ايد مراته، سمعنا الخبر ان هو مات على ايد مراته. اسماعيل رد عليا، مالك يا حبيبي؟ اسماعيل ما تقلقنيش، بلاش الهزار ده. صدمة العمر لعروسة الشباب بعد ما حبيبها وعريسها اسماعيل راح وهو جنبها في العربية. في حادثة مؤثرة هزت قلوب الناس في الشرقية، توفى الشاب اسماعيل محمد عبد الصمد عريس الشرقية، وده قبل لحظات من وصوله لبيته الجديد في مشهد لا يصدق. إسماعيل توفى وهو في حضن خطيبته قبل دقائق من دخول بيته، وللأسف في مفاجأة كبيرة حصلت في الفرح، مش مفاجأة، تعتبر كارثة حصلت جوه الفرح لكن تم إخفائها ومحدش اتكلم عنها. ولكن بعد وفاة إسماعيل، بنت صغيرة قريبة إسماعيل ما يتعداش عمرها 15 سنة هي اللي فجرت المفاجأة وقالت اللي حصل إيه بالظبط. وطبعا هنعرف مع بعض ايه اللي حصل لاسماعيل في الفرح، ولكن للاسف بعد اللي حصل له في الفرح واللي هقول لكم عليه، اسماعيل كان مصمم يكمل الفرح كان مفيش حاجه حصلت خالص، وطلب من اصحابه ان هم يشغلوا الاغاني وبداوا يرقصوا ومحدش شاف اللي حصل خالص، لغايه قبل ما يوصل بيته بدقايق وحصلت الكارثه، توفى اسماعيل في العربيه. وكان العين حق، اتحسد على فرحته. يمكن الناس احيانا مش بتدرك ان لازم ما تستخسرش الفرحه على حد. للاسف اسماعيل كان بيشتغل في الكويت، كون نفسه بنفسه، وده لان والده توفى، عنده اخته واحده وعنده اخين، وكان ناوي يجهز اخوه، علشان كده الموضوع ده كان صادم جدا لوالدته. اسماعيل كان بيحاول يبني مستقبله، لكن كان كل ما بيتعب بيقول لوالدته ان انا تعبت، كانت بتقول له انزل شويه، يقول لها طب مين هيجهزني، مين هيعمل لي حاجتي، مش هينفع يا ماما. وللأسف قضاء الله وقدره حصل كل اللي حصل ده يوم فرحه، وسبحان الله والده برضه توفى بأزمة قلبية، علشان كده ممكن يكون العامل الوراثي يكون سبب من الأسباب في اللي حصل لإسماعيل. لا يا أولاد، أنا ما جيت جابولي خبر، أنا ما جيت جالوا على ظهر. طب القلب ده القلب بيحبوا يا ولاد، طب الشارع ده بيحبوا حلو وامور وجميل، مصر كلها بتدعي له، حلو وامور وجميل قوي 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 قوي، ما شفت زيه في الدنيا. اللي كنت بتظبطي له شقته كلها، اكل انا واخواته كلهم، راح بالبدله البيضة، ما كانش هو في الجنة، هو في الجنة، ويضطر يلبس البدله البيضة، شفت شقته؟ هو في الجنة، ربنا كرمه، ده احنا تعبنا على شقته، أربع سنين بيعمل في شقيته، أربع سنين. يا ماما أنا تعبان، أقول له معلش يا ابني، طب انزل اقعد معانا شوية، أعمل شقيتي يا ماما وأبقى أنزل. مين هيعمل لي يا ماما؟ مين هيجيب لي يا ماما؟ أخوك يا ابني، هتجوز وأجهز أخويا يا ابني، ده ابني مش أخويا. أخوك عاوز يعمل شقيته يا سامع، يقول لي أنا هعملها له، ده ابني مش أخويا، ليه أخ ما اتجوزش؟ انا هعملها له يا ماما، بس اخلص شقتي واتجوز واللي عاوز حاجه هعملها له. اربع سنين شقيان، اربع سنين شاف المر وما تعبش، تعب كل حياته تعب فيه، ما ارتاحش في حياته ابدا من بعد ابوه، من بعد ابوه. هقول لكم دلوقتي على اللي حصل لاسماعيل في القاع، والمفروض ما كانش يكمل الفرح. إسماعيل في القاع حس بتعب وإجهاد وأغمي عليه على حجر عروسته، وللأسف فاق بسرعة وأصحابه فوقوه وصمم إن هو يكمل الفرح، وطلب من أصحابه إن هم يشغلوا الأغاني ويكملوا الفرح عادي، ما كانش عايز يفسد فرحة عروسته ولا أهله ولا كل أصدقائه باليوم اللي استناه حوالي 10 سنين وأكتر، وده من ساعة ما حب عروسته، عروسته اللي بتسكن في القاهرة وهو من أبناء الشرقية. طبعا هو سافر زي ما قلت لكم في الكويت علشان يكون نفسه، بقاله حوالي 4 أو 5 سنين، ولكن قضاء الله نفذ. الموضوع ده هنسمعه طبعا من قريبته والبنت اللي قلت لكم عليها عندها 15 سنة، وقالت على الموضوع اللي حصل ده. اسماعيل ما كانش المفروض ان هو يكمل الفرح، اسماعيل كان مجهد وتعبان جدا طبعا من تجهيزات الفرح، وده شيء مهم جدا، لما نحس بتعب او اجهاد المفروض ان احنا ما نستهترش بحاجة زي دي. فاحنا جايين بالعربيات، سمعنا الخبر ان هو مات على ايد مراته،
سمعنا الخبر ان هو مات على ايد مراته. اهله اللي واقفين حوالينا او اخواته او اقاربه كمان اللي حضروا اللحظات الاخيره كمان اللي شفت فيها معيش عارفين باسمك. هو كان فيروس فوقع مره اغمى عليه فقام عشان مش عايز يحسس حد ان هو تعبان. فبعد كده مشينا حوالي الفرح خلص كده على واحده ونص. بعد كده واحنا ماشيين احنا نص الناس روحت على البلد. فاحنا جايين بالعربيات سمعنا الخبر ان هو مات على ايد مراته. يعني هو مات في العربيه وعلى ايديها كمان. وهو لما كان اغمى عليه كان مغمى عليه على رجليها في الفرح. وقام وقال لاصحابه عشان ما يزعلش اصحابه وقال لهم شغلوا الاغاني ولا كان حاجه حصلت. وقام يرقص وهو في العربيه حصلت له ازمه القلب. وكان مهتم بكل تفاصيل الفرح والعزال وهو اللي فرش شقته بايده وعمل كل حاجه بايده. اكيد طبعا اكيد بيساعد طبعا مش على الغريب اصلا قبل اهله. يعني معلش عايز تفصيله صغيره من الحياه اللي فاهمه المغتربين بياكل ازاي وبيتكلم ازاي مع اصحابه وبيروح شغل وبيرجع ينام امتى. تمام. ما كانش الفرح بس صاحبه وصديق عمره برضو. وزي ما سمعنا وشفنا قد ايه اسماعيل كان تعبان في الفرح وما حاولش ان هو يبين لاي حد. الحقيقه الاجهاد شيء صعب جدا والانسان لازم ما يستهترش بيه خصوصا لو في فرح او في مناسبه وعمل مجهود كبير جدا. ربنا يرحم اسماعيل. والحقيقه ده المكان اللي اتدفن فيه اسماعيل ومقابر عيلته. ربنا يرحمه ويصبر والدته ويصبر عروسته. وده لان عروسته دلوقتي الحقيقه حالتها صعبه جدا وفي حاله انهيار كمان. والدته ما بتتحركش من مكانها. خلي بالكم من صحتكم ومن نفسكم. لازم ناخد درس من كل اللي حصل. لازم نتجنب الاجهاد الزائد لان بدنك ليه حق عليك. والحقيقه دي ما كانتش اول حاله تحصل. نفس الحاله دي حصلت ولكن مع عروسه. ودلوقتي هقول لكم على اللي حصل لها بالظبط. كل اللي هقوله لكم دلوقتي علشان يخليكم تاخدوا جرس انذار وتاخدوا بالكم من نفسكم. انا شايله الهموم. هي اللي شايله همني. تقول لي يا ماما ما تعمليش هم حاجه يا بابا عمو طول ما انا موجوده يا بابا ما تعمليش هم حاجه يا حبايبي. الله يرحمها هدير محمد النيال فتاه عشرينيه ماتت يوم فرحها اللي انتوا شايفينها معايا في الصوره دي قبل زفافها بساعات وبرده نتيجه الاجهاد. هدير كانت مستنية زيها زي أي بنت يوم فرحها علشان تكمل حلم عمرها علشان تعيش مع الإنسان اللي بتحبه واللي بيعتبرها نور عينه. ولكن كانت صدمة كبيرة جدا في انتظار الاتنين ويمكن كمان في انتظار الأم أكتر. هدير قضت يوم حنتها في فرحة كبيرة جدا ورسمت الحنة واحتفلت بالحنة وسط أصحابها. هدير كمان جوزت أختها اللي أصغر منها وتحديدا قبل الفرح بساعات وبعد ما قضوا الحنة في سعادة غامرة وفي قرية كوم النور عاش الكل حالا الحزن. وده لما اتصل بيها خاطبها الساعة 6 الصبح فرحان جدا ومش مستني طبعا يعد الساعات علشان يقابل خطيبته واللي هتبقى مراته ويفرحوا مع بعض بزفافهم. فضلوا يتكلموا مع بعض وقال لها ان هو بيحبها وان هي نور عينه. الصبح الساعة 6 بتقول له انت حبيبي وروح يقول لها انت حته مني يا هدير وبتكلمه ولا الصوت اتقطع. اتكلم ابوها قال له شوف شوف هدير عاوزه في ايه. وجري بسرعه باباها على اوضتها علشان يشوف في ايه. لقى هدير مرميه على السرير واتصلوا بالاسعاف اللي اخذت هدير بسرعه على المستشفى. وكانت المفاجاه لما خرج الطبيب وقال لاهلها البقاء لله. والصدمه هنا كانت كبيره على الكل. بدل ما تلبس فستان فرحها لبست هدير كفنها. الله يرحمهم كلهم. يرحم هدير ويرحم اسماعيل وكل شبابنا اللي ماتوا وخصوصا اللي ماتوا فجأة. الحقيقة موت الفجأة دلوقتي بقى كتير جدا وده بمثابة جرس انذار لنا كلنا. الموت مش بعيد عننا. خلوا بالكم من كل تصرفاتكم ومن كل اعمالكم. دايما حطوا ربنا قدامكم. وده المغزى من الفيديو النهاردة.
ربنا يرحم هدير ويصبر والدتها ويصبر والدة إسماعيل وعروسته وكل اللي يعرفه وكل اللي حبه. لحد هنا النهاردة هننهي حلقتنا بالدعاء لهدير والإسماعيل، ربنا يتغمدهم ويتقبلهم عنده في فسيح جناته. بشكر كل الناس اللي استمرت واللي دعت لهدير واللي دعت كمان لإسماعيل. انتظروني إن شاء الله في حلقة أخرى، حلقة من قناتنا، قناة ياسمينة اليوتيوب وأخبار النجوم. بيجي لها العرسان وهي عندها 14 سنة، جوزت أختها الأصغر منها عشان حملها أمك.